بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسرى والأسيرات، عوائل المطاردين والمهاجرين عن الوطن، الأخوة والأخوات في الله، يا شعب البحرين الأبي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. يا شعب العزة، منذ بدء الخليقة والمجتمع البشري يعيش حالة من الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين المظلوم والظالم، وبين المؤمنون بالحق والمتمسكين برسالات السماء، وبين الظالمين والمستكبرين والجبابرة، حيث لاقى هؤلاء المؤمنون وفي طليعتهم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. فضلا عن أتباعهم والسائرين على نهجهم، كل أنواع القتل والتعذيب والقمع والتهجير والمطاردة والسجن والحصار وقطع الأرزاق، وبالرغم من كل هذا لم يفلح الطغاة والظلمة من القضاء على الحراك الثوري المقاوم والمناهض لإجرامهم وبطشهم وظلمهم. وما يعيش الشعب الصامد اليوم من ظلم وقمع وسجن وحصار وغير ذلك من صنوف الإجرام والإرهاب ليس منفصلا عن هذا التاريخ، بل إنه امتداد لصراع الحق مع الباطل، صراع يتطلب من المؤمنين الصبر والثبات والتحدي والعز والإصرار والمثابرة، صراع يحسم بالإرادة الإلهية في نهاية المطاف لصالح المؤمنين. من هنا ونحن على أعتاب الفكرة الثالثة لثورتنا المباركة منتصف شهر فبراير المقبل، نخاطبكم يا شعب العزة، وبالرغم من كل الآلام والجراح والمعاناة والتضحيات، نخاطبكم بروح الثائرين وبصلابة المقاومين، نخاطبكم بقلوب عامرة بالأمل وبنور الشهداء والصديقين، ونعلم بأننا نجدد العزم والقرار بالاستمرار في طريق الثورة ضد الدكتاتور حمد حتى إسقاط عرشه المتهاون. وطرد المحتل السعودي، وحتى ينال شعبنا حقه الثابت والمشروع في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الذي ينبي طموحاته وتطلعاته. ختاما، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأهالي هذه البلدة المستضيفة لفعالية ساعة العزة، ساعة العد التنازلي، وننوه أن ساعة العزة ستواصل تنقلها بين مدن البحرين وبلداتها حتى يحين موعد عصيان العزة منتصف شهر فبراير الثورة، مؤكدين من خلالها على الاستعداد والتعبئة والتهيئة لخوض الاستحقاق التاريخي في الذكرى السنوية الثالثة لثورتنا المجيدة ضد الظلم والاستبداد. فكونوا يا أبناء شعبنا الصابر المضحي على أهبة الاستعداد، واشهدوا الهمم لخوض هذا الاستحقاق والتحدي بكل عزم وإرادة وبمعنويات عالية، فلم يوقفكم الإرهاب الخليفي السعودي فيما مضى، ولم يوقفكم اليوم، ولن يوقفكم في الأيام القادمة، ولنا معكم لقاء تعبوي آخر يا شعب العزة في بلدة أخرى من بلدات بحرين العزة والكرامة، نعلن فيها عن
عن اقتراب ساعة العز أكثر وأكثر من موعدها التاريخي، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 22 يناير كانون الثاني 2014 ميلاديا البحرين المحتلة. يسقط حمل يسقط حمل يسقط حمل.